السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في عالم كرة القدم هناك الكثير من المواقف واللحظات التي تستحق أن نشاهدها مرة أخرى، لأن بها الكثير من اللحظات المشوقة والإبداعية. وبالطبع في هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا ببعض من تلك المواقف واللحظات الملحمية التي لا تنسى في تاريخ كرة القدم. لنبدأ. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. تابعوا هنا أحد المشجعين وكيف طلب من كارلو أنشيلوتي القليل من العلكة التي يمضغها أثناء المباريات، فكان الأخير سخيا وأعطاه بعض القطع. لنتابع معا لقاء اللاعبين رودريجو وفينيسيوس لاعبي ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو أثناء رحلتهم للاعب السوبر الإسباني في السعودية، ويمكنكم أن تتابعوا ردود فعلهم على مقابلة رونالدو. في هذه المباراة تابعوا هذا المدرب وكيف ألقى الزجاجة على لاعب الخصم الذي تقدم بهذه الكرة، لكن الحكم رآه وعلى فعلته هذه تلقى البطاقة الحمراء مباشرة كما ترون. ارتدت الكرة من حارس ريال بيتيس إلى فيغورست الذي قام بوضعها في الشباك مباشرة، فتابعوا ردة فعله واحتفاله المبالغ فيه على هذا الهدف. في مباراة جمعت المنتخب البلجيكي ومنتخب كرواتيا، لنتابع معا كمية الفرص التي أضاعها اللاعب لوكاكو أمام شباك المنتخب الكرواتي، وهذه أول فرصة ارتطمت بها الكرة بالقائم الأيسر لتذهب بعيدا، ومجددا تصل إليه الكرة فيضربها، لكن هذه المرة خارج الملعب، وبعد ذلك تصل إليه الكرة وعلى صدره يقوم بإهدائها لحارس المرمى بهذه الطريقة. فتابعوا ردة فعل لوكاكو عندما خرج من الملعب، كيف كان غاضبا وقام بتكسير هذا الحائط. لنركز هنا على هذا اللاعب والذي يقوم بالاحتفال بهذه الطريقة حتى يقوم بإغاظة الجماهير، وهو ما حدث بالفعل. فركزوا على الجماهير الغاضبة منه وكيف تقوم بإشارات سب إليه بهذا الشكل، إلى أن قام الحكم بالنهاية بإعطائه البطاقة الصفراء على هذه الأفعال. في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 تابعوا ركلة الجزاء الفاصلة والتي أضاعها اللاعب هاري كين، وبهذا الشكل أضاع معه تأهل المنتخب الإنجليزي، فشاهدوا ردة فعل كيليان مبابي على إضاعة ركلة الجزاء كيف كانت غريبة جدا. دي بروين هنا منتقد من جماهير أرسنال، فشاهدوا كيف يقومون بإلقاء زجاجات عليه وكيف ينظر إليهم بشكل مستفز. لنتابع هنا تعليمات المدرب يورجن كلوب بالضغط على لاعب أرسنال، وهو ما أنتج هدفا في النهاية، فشاهدوا داروين نونيز والذي سجل هذا الهدف الرائع، ولكن ركزوا على ردة فعل يورجن كلوب والذي لم يعجبه الأمر. في هذه اللقطات ركزوا على المدرب يورجن كلوب في مباراة الإياب بين ريال مدريد وليفربول، وكيف يصرخ بهذه الطريقة على كل شيء لم يحتسبه الحكم ويظن أنه خطأ، وهنا صرخاته العديدة أدت في النهاية إلى أن ذهب إليه حكم المباراة وأعطاه البطاقة الصفراء حتى يصمت قليلا. فركزوا على نظرات كارلو أنشيلوتي إليه بعد أن تلقى البطاقة الصفراء وكيف كان يضحك. تسديدة في غاية الإبداع من خارج منطقة الجزاء لصالح اللاعب راشفورد سجل منها هذا الهدف الاستثنائي في شباك ريال بيتيس، فركزوا كيف ذهب ليحتفل، وهنا ردة فعل الجماهير وكيف تسبوا عليه. بعد أن سجل لاعب أرسنال هذا الهدف ذهب ليحتفل بوضع يده على أنفه بهذه الطريقة، ولكن المباراة انتهت بتأهل سبورتنج لشبونة وخسارة أرسنال، فشاهدوا كيف يحتفل هذا اللاعب على طريقة لاعب أرسنال ليستفزه. كنترول رائع للغاية من هذا اللاعب، فشاهدوا هذا اللاعب على دكة البدلاء وردة فعله الذي يبدو أنه كان معجبا بهذه اللقطة. تقدم كريستيانو رونالدو وتمكن من تسجيل هذا الهدف ليذهب عند الزاوية ويحتفل بهذه الطريقة بتشابك الأيدي وإغماض العيون بهذا الشكل، وهنا يمكنكم أن تتابعوا هذا الطفل الصغير مع لاعبي لشبونة وكيف يقلد احتفال رونالدو.
في آخر دقائق مباراة بروسيا دورتموند وبايرن تابعوا هذا الهدف الذي جاء لصالح فريق دورتموند في آخر لحظة، وردة فعل أوليفر كان الذي كان مستاء للغاية إلى أن سقط عن كرسيه بهذه الطريقة كما تشاهدون. في هذه المباراة بين أتلتيكو مدريد وكلوب بروج ركزوا على غريزمان والذي أضاع ركلة الجزاء، وهنا ردة فعل جماهير كلوب بروج على ضياع هذه الكرة من غريزمان، فتابعوا كيف كانوا يحتفلون. سقط لاعب فالنسيا، فتابعوا كيف قام هذا اللاعب من على دكة البدلاء بالصراخ على الحكم إلى أن أتى إليه الحكم وأعطاه البطاقة الصفراء، وبعد ذلك عاود أن أعطاه البطاقة الحمراء بهذا الشكل لأنه لم يتوقف عن الكلام. وهنا يمكنكم أن تشاهدوا غضب المدرب وكيف ضرب حاملة الزجاجات بهذه الطريقة تعبيرا عن غضبه. هنا ألكسندر ميتروفيتش يدفع الحكم بهذه الطريقة فيتلقى البطاقة الحمراء، وليس هذا فقط بل تم إيقافه لثمانية مباريات كاملة. بينما يرتقي هالاند تابعوا كيف تم إسقاطه من قبل لاعب إيفرتون ليعاود هالاند دفعه إلى خارج الملعب بهذا الشكل كما ترون. وهنا تابع ردة فعل هالاند وكيف يتكلم معه بهذه الطريقة المضحكة، ولكن هالاند كان رده أقوى، قام بتسجيل هدف رائع في الشباك وذهب ليحتفل أمامه لإغاظته بهذا الشكل. تقدم كريستيانو رونالدو في آخر دقائق المباراة بهذه المرتدة وراوغ اللاعب ليطلق الحكم صافرة النهاية، فتابع رونالدو وغضبه الشديد وكيف قام بتسديد الكرة بهذا الشكل ولم يكترث إلى أن قام الحكم بإعطائه البطاقة الصفراء. في هذه اللقطة حقيقة ظلم فريق برشلونة، فركزوا كيف كان لصالحه ركلة جزاء ليقوم تشافي بهذه الطريقة بالمطالبة بها، ولكن الحكم بعد العودة إلى الفار قال أنه لا يوجد ركلة جزاء، ولكن تابعوا ردة فعل مدرب إنتر كيف كانت غريبة جدا. ركزوا جيدا على اللاعب نيمار وكيف قام بدفع خصمه بهذه الطريقة ليتلقى مباشرة البطاقة الصفراء من حكم المباراة، فركزوا على الحكم جيدا وكيف ينظر إلى نيمار بهذه الطريقة الذي يشير له أنه كان ضربة بالكتف لا غير. هنا سجل لاعب روما هذا الهدف الرائع والاستثنائي في شباك يوفنتوس، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف احتفل الجميع إلا جوزي مورينيو والذي كانت ردة فعله باردة جدا، فقط نظر إلى الهدف وعاود كتابة بعض التفاصيل على هذه الورقة. في هذه اللقطة تمريرة في غاية الإبداع تصل من لاعب روما إلى زميله ليحرزها هدفا برأسية رائعة في الشباك، فتابع ردة فعل جوزيه مورينيو وكيف لم يحتفل بهذا الهدف كما ترون أمامكم. هنا تقدم هذا اللاعب وتمكن من إحراز هدف في شباك باريس سان جيرمان بعد تمريرة من زميله، فتابعوا ردة فعل كيليان مبابي وليو ميسي ورئيس النادي ناصر الخليفي على هذه الكرة. في هذه اللقطة الغريبة للغاية والتي لن تتكرر، تابعوا كيف صفرت الجماهير على ليونيل ميسي عندما ظهر على شاشة المباراة. بهذه الطريقة حاول اللاعب موسيالا أن يقوم بالتصدي لهذه التسديدة لترتطم الكرة بكلتا يديه ويتم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق فرايبورغ في آخر دقائق المباراة ليسجل هذا اللاعب ويقصب بايرن ميونخ من هذه البطولة. تابعوا ردود فعل المدرب واللاعبين وأيضا أوليفر كان الذي كان يشاهد المباراة. تمكن لاعب بوكا جونيور من تسجيل هذا الهدف، وعندما ذهب ليأخذ الكرة مرة أخرى بعد أن أدرك التعادل لم يقم الحارس بإعطائهم الكرة، فهجم عليه جميع اللاعبين ليستخلصوا الكرة منه بهذه الطريقة القوية. تابعوا كيف كادت أن تحدث مشكلة داخل الملعب كما ترون. تحصل فريق انتر ميلان على ركلة جزاء، فيمكنكم أن تشاهدوا لوكاكو كيف تمكن من وضعها في الشباك بهذا الشكل الإبداعي، ومن ثم قام بالاحتفال بهذه الطريقة الغريبة بوضع يده على رأسه ويده الأخرى على فمه بإشارة للصمت، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف قامت حرب داخل الملعب بسبب هذا الاحتفال والذي أدى إلى الكثير من المناوشات كما تشاهدون. لنتابع معا ما الذي حدث بينهم. يقوم هنا جوزي مورينيو برفع يده للجماهير بأن يكفوا عن إطلاق صافرات الاستهجان ضد بعض اللاعبين، ويمكنكم أن تتابعوا هذا المدرب
الذي أتى ليشتكي لحكم التبديلات عما يفعله الجماهير. افتك هذا اللاعب الكرة من مدافع الخصم وسقط في منتصف الملعب ليأتي زميله، وبتسديدة رائعة للغاية من منتصف الملعب يسجل هذا الهدف الرائع مستغلا به تقدم الحارس المبالغ فيه. يمكنكم أن تشاهدوا روعة وجمال هذا الهدف الاستثنائي. تمريرة رائعة من محمد صلاح بالعمق إلى داروين نونييز الذي سجل هدفا في شباك ريال مدريد بطريقة جميلة ورائعة للغاية بالكعب كما ترون. في مباراة الأرجنتين وهولندا لنتابع كيف استغل لاعب المنتخب الهولندي هذه الكرة من ركلة حرة ثابتة بآخر دقائق من المباراة ليقوم اللاعب فيغورست بتسجيل هذا الهدف المميز في شباك المنتخب الأرجنتيني. لنشاهد هذه المراوغة الجميلة من نيمار وكيف راوغ بها لاعبين دفعة واحدة بشكل إبداعي. تم تنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة من قبل المنتخب الكوري الجنوبي لترتد الكرة من الدفاع فتصل إلى هذا اللاعب الذي قام بترويض الكرة ثم سددها بطريقة إبداعية ورائعة مسجلا هذا الهدف الجميل في شباك المنتخب البرازيلي على يمين حارس المرمى. لاعب أولمبيك مارسيليا تصل الكرة إليه فيقوم بخطفها بقدمه بشكل جميل ويضعها أمامه، ومن ثم يقوم بمراوغة هذا المدافع وإسقاطه أرضا ووضع الكرة على يسار الحارس، كل هذا في لقطة واحدة مميزة جدا. تابعوا لاعب ليستر كيف أسقط لاعب ليفربول بهذه المراوغة الجميلة. تابعوا هذا اللاعب وبالكعب كيف أرسل الكرة إلى زميله من بين لاعبين. لاعب أرسنال هنا يمكنكم أن تشاهدوا كيف سحب الكرة ليمررها إلى زميله بين أقدام هؤلاء المدافعين. تقدم رائع ومراوغة جميلة من لاعب برايتون لخصمه ليدخل إلى منطقة الجزاء ويراوغ الجميع ثم يسجل هذا الهدف الاستثنائي. ركزوا هنا على أوديغارد وكيف سحب الكرة بهذا الشكل مراوغا المدافعين. ركلة حرة ثابتة بغاية الإبداع تترك الجميع وتباغت حارس المرمى وتدخل في الشباك بهذا الشكل الإبداعي من لاعبي وولفسبورغ. ترتد الكرة من هؤلاء المدافعين فيمكنكم أن تتابعوا كيف وصلت لهذا اللاعب والذي سددها على الطائر ليدخلها في الزاوية 90 هدفا ولا أروع. تمريرة في غاية الإبداع يمكنكم أن تتابعوا بها كيف وصلت إلى رأس هذا اللاعب ليقوم بتسجيلها هدفا رائعا من هذا المكان كما تشاهدون. تمريرة في غاية الإبداع تصل إلى ساديو ماني في العمق فيمكنكم أن تتابعوا وبهذا الشكل الإبداعي كيف أودعها في شباك برشلونة كما ترون أمامكم. تمريرة مميزة من كيفين دي بروين تصل إلى هالاند فيمكنكم أن تتابعوا التنين النرويجي كيف انقض على الكرة وسجلها في شباك مانشستر يونايتد. تمريرة وصلت إلى هذا اللاعب بالعمق فتابعوا كيف قام بتعريضها، ومع تقدم حارس المرمى هنا شاهدوا كيف دخلت الكرة في شباكه بهذا الشكل إذ قام اللاعب بتعريض الكرة وليس تسديدها. تصل الكرة إلى لاعب مانشستر سيتي على مشارف منطقة الجزاء فشاهدوا هذه الصاروخية التي أطلقها محرزا هذا الهدف الرائع والإبداعي. هنا يتقدم فينيسيوس ومن بين أربع مدافعين يسدد هذه الكرة القوية لتباغت الحارس أليسون بيكر وتدخل هدفا على يساره بهذا الشكل. ما رأيكم بهذا الهدف الاستثنائي من فينيسيوس جونيور؟ تابعوا كريستيانو رونالدو في هذه اللقطة وكيف قام بتمريرة رائعة بالكتف لزميله في المنتخب البرتغالي الذي سدد الكرة ولكن خارج الملعب. لنشاهد لاعب المنتخب البلجيكي وماذا فعل بلوكا مودريتش وكيف راوغه بهذا الشكل المميز والرائع. تابعوا لاعب المنتخب المغربي وكيف يحاول مراوغة بوسكيتس في هذه اللقطة. ركزوا على ميسي هنا وكيف ابتعد بالكرة من أمام لاعب المنتخب المكسيكي. لنشاهد انسلال لاعب المنتخب الألماني بين اللاعبين بهذا الشكل ولم يستطع أحد أخذ الكرة منه.
عند منطقة التماس، تابع كيف تخطى هذا اللاعب خصمه لرفع الكرة بهذا الشكل الإبداعي ليمر منه. لنشاهد هذا الهدف المميز والذي لا ينسى من هذا اللاعب الذي وصلت إليه الكرة من زميله بالكعب ليتقدم ويراوغ الدفاع، ثم يدخل إلى المنطقة بهذا الشكل، ثم تسديدة زاحفة أرضية على يسار حارس المرمى ليتم تسجيل هذا الهدف الاستثنائي لفريق باير ليفركوزن. لنشاهد أكثر اللاعبين إمتاعا في الدوري الإيطالي، كفاراتسخيليا لاعب نابولي والذي استلم هذه الكرة وأسقط اللاعب الأول، ثم تقدم وأسقط اللاعب الثاني بطريقة مميزة وإبداعية، ومن ثم على مشارف منطقة الجزاء سدد كرة على يمين الحارس أحرز منها هذا الهدف الجميل. لنشاهد هذا التصدي المميز والاستثنائي من الحارس ديفيد دخية والذي أنقذ مرماه من رأسية كانت أن تكون هدفا محققا لولا ردة الفعل الإبداعية في هذه اللقطة. وهنا تصد آخر في المباراة من لاعب ليستر والذي تقدم ومرر الكرة إلى زميله وكان أمام ديفيد دخية ليسدد الكرة فيتصداها الأخير ويبعد هذا الهدف المحقق عن شباكه. ماركو رويس يفرح جماهير بروسيا دورتموند بهذه الكرة الإبداعية والرائعة والتي سجلها من ركلة حرة ثابتة. يمكنكم أن تشاهدوا روعة وجمال هذا الهدف والذي سجله على يسار حارس المرمى. في آخر دقائق هذه المباراة يمكنكم أن تشاهدوا كيف قام ليونيل ميسي بتسجيل هدف الفوز لفريق باريس سان جيرمان من ركلة حرة ثابتة رائعة للغاية على يسار الحارس بهذا الشكل، وتابعوا ردة فعل زوجته على المدرجات على هذا الهدف الاستثنائي. يتقدم فريق ريال مدريد بهذه الكرة، فيمكنكم أن تشاهدوا هنا كيف تمكن لوكا من قطعها وإعطائها إلى فينيسيوس الذي مررها إلى كريم بنزيما والذي قام بإسقاط المدافعين والحارس ووضع الكرة في الشباك بهذا الشكل الاستثنائي والرائع. هنا تمريرة إبداعية تصل إلى دي ماريا الذي قام بتسديدها على الطائر بهذا الشكل الجميل لتنزل في شباك الحارس بهذا الشكل المميز، فتابعوا هذا الهدف الخرافي من دي ماريا. هنا تمريرة تصل من الركنية إلى لاعب تشيلسي، فشاهدوا كيف سدد الكرة على الطائر لتذهب على يسار الحارس هدفا مميزا للغاية. تمريرة في غاية الإبداع تصل إلى لاعب أياكس أمستردام، فيمكنكم أن تتابعوا هدفه الجميل والمميز وكيف أتقن وضعه في الشباك. يتقدم هنا لاعب بروسيا دورتموند وبهذه الطريقة ومن خارج منطقة الجزاء يسدد هذه الصاروخية الأرضية لتذهب على يسار الحارس ويسجل هذا الهدف الإبداعي. لنتابع هنا كيف تقدم كيليان مبابي وبهذا الشكل إلى منطقة الجزاء ليسدد الكرة بشكل مميز للغاية ويحرز هذا الهدف كما تشاهدون. لاعب نابولي يتقدم وبهذه الطريقة وعلى مشارف منطقة الجزاء، تابعوا تسديدته الإبداعية التي أودعها في الشباك. يتقدم هنا اللاعب لويس دياز ويقوم بمراوغة جميع اللاعبين بطريقة مهارية واحترافية، ومن ثم يضع كرته في الشباك ليعلن عن هذا الهدف الإبداعي. لنشاهد هنا لاعب نيوكاسل وكيف أودع ركلة حرة ثابتة في شباك مانشستر سيتي، شاهدوا كيف تتعالى يمين الحارس بهذه الطريقة المميزة. تمريرة سحية تصل إلى فينيسيوس جونيور ليتقدم الأخير بانفراد، فتابعوا كيف راوغ الحارس ومن ثم أودع الكرة في المرمى. لنشاهد هنا لاعب نابولي وماذا فعل في الدفاع من أمامه، إذ قام بمراوغته وتخطيه ومن ثم سدد الكرة بهذا الشكل ليحرز هدفا مميزا جدا. لا تركزوا كثيرا على هدف بيدري الخرافي، وإنما ركزوا على الأسيست المميز من اللاعب ليفاندوفسكي،
يمكنكم أن تتابعوا روعة هذه السيمفونية. هذا اللاعب هنا قام بتمريرة إبداعية بالكعب إلى زميله الذي تقدم أمام الشباك ليقوم بمراوغة هذا المدافع بلمسة جميلة، ثم يودع كرته داخل المرمى. يتقدم لوكا مودريتش ويقوم بإسقاط هذا المدافع أرضا بمراوغة جميلة للغاية، وبعد ذلك يسدد هذه الكرة ليحرز هذا الهدف في شباك سيلتا فيغو. يتقدم لاعب بايرن ويتبادلون التمريرات، ليقوم هذا اللاعب داخل منطقة الجزاء بتمرير الكرة إلى ساني الذي سددها في الزاوية 90 على يسار الحارس بطريقة ولا أروع. تمريرة في العمق تصل إلى لاعب نيمار، فتابعوا كيف ثبت قليلا ليعطي التمريرة بهذا الشكل إلى كيليان مبابي الذي أودع الكرة في المرمى مباشرة. خطأ فادح من لاعبي أتلتيكو مدريد، ليتمكن لاعب فياريال من اختطاف الكرة ومباشرة يقوم بوضعها هدفا في الشباك. بعد دربكة في الدفاع تابعوا كيف وصلت الكرة إلى برونو فرنانديز وكاد أن يضعها في شباك فريقه لولا أن ارتطمت بإبط زميله بهذا الشكل، كاد أن يكلف فريقه هدفا. ركزوا جيدا على حارس باير ليفركوزن وكيف قام بإمساك الكرة خارج خط 18 ليقوم الحكم مباشرة بإشهار البطاقة الحمراء ويطرده من الملعب. تقدم هذا المهاجم من فراد، لكن هذا المدافع يمكنكم أن تتابعوا كيف أبعد الكرة من أمام قدمه قبل أن يتقدم لتذهب الكرة نحو الشباك بهذا الشكل. تقدم اللاعب لويس دياز وكاد أن يخطف الكرة من أمام فاران الذي قام بإسقاطه بهذه الطريقة أرضا كما تشاهدون. هنا تمريرة رائعة من لاعب أرسنال تصل إلى زميله الذي سدد الكرة من لمسة واحدة وأحرز هذا الهدف الخرافي. لنتابع هنا هذه التمريرة من لاعب باريس سان جيرمان والتي وصلت إلى مبابي والذي تظاهر أنه سيقوم بتسديدها، فتركها للاعب نيمار الذي سددها مباشرة وأحرز هذا الهدف الجميل. بعد أن سجل لاعب ليفربول هذا الهدف تقدم محمد صلاح ليأخذ الكرة، فيمكنكم أن تتابعوا برونو فرنانديز وكيف يرفض إعطاءه الكرة إلى أن تم ضربه في النهاية بهذا الشكل. خاصةً لقد أفلت الكرة بعد أن ضرب. لنتابع هذه الحادثة الغريبة لهذا اللاعب الذي وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء فقام بتسديدها ليقوم زميله بضربها بقدمه ويلعب دور المدافع عن الفريق الخصم بجدارة. بينما يتراجع هذا الحكم إلى الخلف يمكنكم أن تتابعوا كيف اصطدم بالخطأ بهذا اللاعب. تابعوا لاعب أرسنال هنا وكيف قام بضرب قدم خصمه ليتعرقل الأخير بهذا الشكل. يقوم هذا اللاعب بعرقلة محمد صلاح، فتابعوا كيف قام بدفعه أيضا، وبعد ذلك يمكنكم أن تشاهدوا يورغن كلوب وكيف يمسك برونو فرنانديز من عنقه بهذه الطريقة. تصل الكرة إلى هذا اللاعب كما تشاهدون من الدفاع ليسددها على الطائر فيحرز هذا الهدف الاستثنائي والمميز. لنتابع هنا كيف وصلت الكرة إلى سانشو ليسقط الدفاع، وبعد ذلك تابعوا كيف سجل الهدف على يمين الحارس بهذه الطريقة، وبعد ذلك ذهب ليحتفل. ركزوا هنا على قتال ميلنر وفان دايك على هذه اللقطة. هنا تمريرة خرافية في العمق للاعب برناندو سيلفا من اللاعب دي بروين، تابعوا كيف تقدم الأخير ووضع الكرة في المرمى. هنا سيمفونية يعزفها برشلونة، فيمكنكم أن تشاهدوا هذه الكرة بالكعب من اللاعب إنسو فاتي والتي أوصلها إلى ديمبلي ليحرز الهدف الثاني في شباك ريال سوسيداد. وهنا لنتابع اللاعب ليفاندوفسكي وكيف وصلت إليه الكرة ليقوم بتمريرها بطريقة جميلة إلى إنسو فاتي داخل منطقة الجزاء ليتقدم الأخير ويحرز هذا الهدف الاستثنائي. تابعوا كيف وصلت الكرة من هذا اللاعب إلى زميله الذي أرجع له الكرة مباشرة ليقوم الأخير بضربها بالكعب،
فيحرز هذا الهدف المميز والجميل. لنتابع عند بداية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كيف أخطأ لاعبي مانشستر بالتمرير بينهم بهذا الشكل. لنتابع معا أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي، والذي به مرر ميسي الكرة إلى كيليان مبابي بعد تمريرات قصيرة من لاعبي باريس سان جيرمان، ليقوم مبابي برفع الكرة من فوق الحارس ويسجل هذا الهدف الإبداعي. قبل 6 أشهر جيمي كارغر أخبر الجميع بأن رونالدو لا أحد يريده، فتابعوا كيف قام رونالدو بالسلام على كل المراسلين وتجاهل جيمي كارغر بهذا الشكل المهين والمحرج.